فريان محلل أسواق عالمي في مجموعة إكويتي جروب. أهلا بك معنا سركيس في هذه التغطية. طبعا هل اليوم هو هذا التراجع في الجلسة تراجع منطقي أو بعد رالي سعودي دون أن يتعرض لأي جني أرباح كإغلاق ليس خلال الجلسة فقط، وهي طبيعية هذه التقلبات لو كانت حادة مرة واحدة، أم هناك خطر أنه هذا الأسبوع أيضا سنتابع بالتصحيح غدا وسيتشكل نوع من نموذج فني أيضا سيء ممكن يمهد لانعكاس بالأسبوع المقبل؟ لو كان هذا السؤال الأسبوع الماضي لقلنا أن بالفعل هذا الانخفاض ربما يكون زائد عن الحد بل ومبالغ فيه، لكن تراكمت الأسباب السلبية، وهذه الأسباب السلبية كلها دفعت المتداولين لبداية في جني الأرباح بشكل طفيف منذ يوم أمس. فالكلمات التي قالت الفدرالي الأمريكي يوم أمس بالفعل تبدو مقلقة جدا، خصوصا عندما أشار الفدرالي الأمريكي إلى أن أعضاء الفدرالي لا يفكرون حتى برفع الفائدة في الوقت الراهن، وهذا الأمر بدأ المتداولون يراقبونه ويتساءلوا لماذا لا يفكر الفدرالي بذلك، ولماذا أيضا تم الإشارة إلى أن سياساته التحفيزية إن كانت سياسات مالية أو نقدية سوف تستمر إلى عام 2022. هذا كله غير التوقعات لدى المتداولين. سابقا كنا نتحدث عن احتمالات ركود اقتصادي على شكل W، لكن قبل فترة قليلة عاد المتداولون ليتوقعوا أن يكون الركود الاقتصادي على شكل حرف V. ورغم استبعادي شخصيا لهذا الأمر إلا أن مؤشرات الأسهم الأمريكية بدأت بالارتفاع، بل والأسهم العالمية أيضا بدأت بالارتفاع بقوة استجابة لتوقعات أن يكون الركود الاقتصادي سريع زمنيا ثم يعود الاقتصاد للنمو بشكل سريع. لكن جاءت المفاجأة أيضا من الفدرالي الأمريكي يوم أمس عندما قال بأنه يتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 6.5%، وهذه التوقعات حتى جاءت أسوأ من توقعات البنك الدولي التي أشار فيها إلى احتمال انكماش مقداره 6.1%، وهذا ما أعاد القلق للمتداولين وبدأت موجة جني الأرباح. واعتدنا أيضا خلال فترة جائحة كورونا بأن توجهات المتداولين تتخذ شكل سياسة القطيع في أغلب الأحيان، ومع بداية موجة جني الأرباح تكاتفت أيضا عمليات البيع، ثم بدأت في النشوء موجات بيع على المكشوف على CFD والعقود الآجلة أيضا، مما تسبب في زيادة قوة هذا الانخفاض. وبالفعل كما أشرت جو أنه نحن أمام تكوين تركيبة فنية سلبية تظهر على عديد من المؤشرات، منها مؤشر داو جونز، مؤشر S&P، حتى مؤشر ناسداك اللي حقق مستويات قياسية جديدة خلال الأيام الماضية. نرى تكون نماذج فنية سلبية قد تكون ضاغطة أيضا خلال الفترة المقبلة. أيضا بدأ المتداولون ينظرون إلى كل السلبيات المحيطة في الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي، خصوصا بعد الأنباء التي بدأ المتداولون يخلقون منها من احتمالية حصول موجة ثانية من الانتشار لفيروس كورونا، وهذا كله سبب حالة من الهلع إن صح التعبير هذا اليوم، وتسبب في كل هذا الانخفاض. سركيس، ماذا عن المؤشر الناسداك؟ هل تفاجأت أيضا بأنه لم بالفعل مش مثل الداو جونز ومثل S&P 500 لم يتميز عنهم كما العادة؟ هل هناك أي مؤشرات مع أنه بضم أسهم هي أسهم دفاعية للتكنولوجيا لا ترتبط إجمالا بنشاط الاقتصاد؟ صحيح، في الظروف الطبيعية بالفعل فاجأنا مؤشر ناسداك أثناء الارتفاع، لكن عندما حصلت حالة الهلع في الأسواق المالية نحن اعتدنا أن المتداولين عندما تحصل حالة من الهلع وتغير تام في التوقعات يؤثر ذلك على أغلب الأسهم في السوق، فيتجه المتداولون إلى تجاهل أي حقائق إن كانت قائمة على دراسات نتائج أعمال الشركات أو الميزانيات وتوقعات أرباح والخسائر، ثم يتوجهون مباشرة للتخلص من الأصول مهما كان نوع هذه الأصول. وبالتالي نشهد هذا اليوم بأن العديد بل أغلب القطاعات قد انخفضت متأثرة في حالة الهلع في الأسواق المالية. نعم، بالنسبة لنماذج التعافي الاقتصادي أو خلينا نحكي بشكل أوضح اللي هو V أو W، الآن بالنسبة للV أعتقد أنه بيكون في هنالك لقاح كامل يعيد فتح الاقتصاد بشكل كامل خلال فترة زمنية قليلة، لكن بالنسبة لركود W هو
هو عبارة عن إعادة فتح الاقتصاد بشكل تدريجي كما نرى حاليا في الولايات المتحدة، ألمانيا، بريطانيا وغيرها أيضا من الدول. هذا يحصل بعد بعض التعافي الاقتصادي، لكن بعدها مباشرة يتم ملاحظة عدم عودة الأعمال كما كانت سابقا، وبالتالي يعود الاقتصاد نحو الركود مرة أخرى، وهذا هو في حال تأخر إيجاد لقاح في المستقبل. طبعا مع أني أفضل ترك هذه الأمور للأخصائيين الصحيين، لكن أغلب التوقعات تشير إلى احتمالات أن يكون اللقاح جاهز ما بعد نهاية هذه السنة، وفي أفضل الحالات وفي أفضل التصريحات التي سمعتها ربما يكون اللقاح ليس قبل شهر سبتمبر المقبل، وهذا كله يدل إلى أن إعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل أن تكون خلال الشهر القادم أو الذي بعده. وهذا أيضا يدلني أنه إذا حصل في عندي تعافي اقتصادي فلن يكون هذا التعافي الاقتصادي مستمر، خصوصا مع ارتفاع نسب البطالة، حتى مع أنه نسبة البطالة انخفضت في الولايات المتحدة على غير المتوقع نحو 13.3%، لكن هذا المستوى أيضا يعتبر مرتفع وربما يتسبب في إبقاء الضعف الاقتصادي ليعود النمو الاقتصادي الضعف والتدهور من جديد، خصوصا مع تغير العادات الاستهلاكية في الاقتصاد. بشكل إجمالي ممكن أن نقول أنه ركود حرف الفي أو الذي يحصل بعده تعافي سريع مرتبط بإعادة فتح الاقتصاد، إن كان بسبب علاج أو إن كان بسبب لقاح، لكن هذا يستدعي أن يكون إيجاد العلاج أو اللقاح خلال شهر أو شهرين على الأكثر. لكن بالنظر إلى التصريحات التي تصدر من شركات الأدوية ربما سنضطر للانتظار حتى نهاية هذه السنة، مما يرجح أن يكون الركود على شكل W. هذا إن أخذنا بصورة متفائلة نوعا ما، ما لم نقل أن الركود على حرف L. نعم، أريد أن أسألك أيضا عن الذهب، هل مع صعود الفيكس 30% الآن في جلسة واحدة لم نرى يعني صعود أو تجاوب من الذهب يواكب 1500 نقطة دروب و 30% فيكس؟ يعني عندك 30% فيكس وعندك 1500 هبوط بالداو، ولم نشاهد الذهب على الأقل $150 أو $100. صحيح. عندنا العديد من الظروف المؤثرة في تحركات أسعار الذهب. لاحظت مؤخرا أنه بعض المحافظ بل العديد من المحافظ الاستثمارية يقومون باستخدام الذهب لخفض مخاطرة استثماراتهم في أسواق العائد المرتفع، رغم أنه أرى أسعار الذهب في اتجاه صاعد إجمالي متأثرة في توقعات سياسات البنوك المركزية التسهيلية حول العالم، والتي ستكون ممتدة وقد تؤثر على القدرة الشرائية للنقد خلال الفترة المقبلة من المستقبل، وهذا ما قد يسبب ارتفاع في أسعار الذهب. لكن أيضا نرى تقليص في حيازة الذهب لدى المحافظ الاستثمارية جنبا إلى جنب مع خفضهم لحيازتهم للأصول مرتفعة العائد. فأسعار الذهب حاليا تتأثر في عمليات جني أرباح لتغطية انخفاض أسواق الأسهم، وكذلك أيضا نلاحظ بأن الارتفاع الذي يشهد الدولار الأمريكي تسبب في ضغط على حركة أسعار الذهب. هنالك أمر مهم آخر وهو المضاربات في سعر الذهب. مستوى 1750 وما حوله اعتبر مقاومة فنية ونفسية قوية، والعديد من المضاربين مع الاقتراب من هذا المستوى وتوقف الارتفاع يقومون بالتخلص من عمليات شراء الذهب إن كان في العقود الآجلة أو في CFD، وهذا أيضا ما يؤثر على الأسعار الآنية بالذهب ويمنع الارتفاع المتناسب مع الانهيار الذي يحصل في أسواق الأسهم. طيب أريد أن أسألك أيضا آخر سؤال باختصار عن الفضة، لأنه الفضة شاهدنا في تمايز الآن على تراجع الذهب، يعني الذهب متراجع، السوق متراجع، وأيضا نشاهد أنه كمان النفط على تراجع. كيف ترى مستويات الفضة الحالية؟ يعني احنا تراجع 3% ونحن فوق $17.5. ممتازة كانت الحركة الأخيرة للفضة بالأسابيع الأخيرة، هل أنت متفائل بأسعار الفضة في المستقبل القريب على الأقل؟ حضرتك حددت أنه المستقبل القريب، في المستقبل القريب ستعتمد تحركات أسعار الفضة ليس فقط على طلبات الملاذ الآمن، رغم أن الفضة تعتبر من الملاذات الآمنة لكنها أيضا مرتبطة في المعادن الصناعية،
الارتفاعات السابقة في أسعار الفضة اعتمدت أيضا على توقعات عودة التعافي في قطاعات التصنيع والصناعة، حتى أن البيانات الاقتصادية التي صدرت خلال الأسابيع الماضية من الصين والولايات المتحدة كانت أفضل من التوقعات نوعا ما بالنسبة لقطاعات التصنيع بحسب مؤشرات مدراء المشتريات، وهذا كله حفز موجات ارتفاع في أسعار الفضة. لكن الآن تغيرت الظروف قليلا وتغيرت التوقعات، وهذا ما قلص حيازة وطلب الفضة كمعدن مرتبط بالصناعة وأصل مرتبط أيضا بالصناعة، يتم طلبه كاستثمار في السعر السوقي أو حتى في الصناعات. وموجة جني الأرباح التي حصلت ارتبطت في التخلص من الفضة كمعدن ثمين لجني الأرباح أولا وتعويض الخسائر التي تحققت في أسواق العائد المرتفع، إلى جانب تعرض الفضة لعمليات جني أرباح، وذلك بسبب تغير التوقعات المستقبلية بالنسبة لطلب الفضة كمعدن صناعي. كنا نتكلم أيضا عن أسعار النفط، هل أيضا أسعار النفط تعطي صورة عن أنه أيضا هناك يعني الوقت طويل للتعافي، وبالتالي يؤثر الطلب على سعر النفط من حيث الحركة الاقتصادية والطلب في المستقبل؟ كيف تقرأ هذه التراجعات اليوم أيضا؟ بالتأكيد التعافي بالنسبة لطلب النفط يبدو أنه لن يعود في وقت قريب. الارتفاعات السابقة التي حصلت في أسعار النفط كان سببها خفض الإنتاج اللي قامت فيه دول أوبك وحلفائها، إلى جانب تخفيضات أخرى من دول الولايات المتحدة وكندا وغيرها، وكان منها تخفيضات إجبارية من شركات أجبرت على خفض الإنتاج. لكن حاليا عادت التوقعات لتظهر بأن تعافي الطلب لن يكون بالسرعة التي كان يتوقعها البعض سابقا. تفاءل المتداولون في فترة من الفترات بأن إعادة فتح الاقتصاد ربما تعني زيادة كبيرة في طلب النفط، لكن تأتي الآن المفاجآت واحدة تلو الأخرى مع تغير توقعات التعافي الاقتصادي. وآخر البيانات اللي صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية أظهرت ارتفاع غير متوقع، بل وارتفاع كبير في المخزون حتى أنه وصل مستويات قياسية، وهذا الأمر أيضا سبب أو بدأ الضغط على أسعار النفط منذ ذلك الحين. وجاء بعدها أيضا توقعات الفيدرالي والبنك الدولي واحتمالات أن يقوم صندوق النقد الدولي أيضا بخفض توقعاته السابقة بالنسبة للنمو الاقتصادي العالمي، والآن أصبحنا نتحدث عن احتمالية عودة الانتشار مجددا لفيروس كورونا، مما قد يمنع فتح الاقتصاد بشكل كامل. الفتح الاقتصادي الحالي يعتبر ضفيف جدا وغير قادر على إعادة الطلب على النفط ليستقر كما كان سابقا قبل جائحة كورونا، وهذا الذي سبب الانخفاض في أسعار النفط حاليا. ربما نرى مزيد من الضغط المؤقت على أسعار النفط، وهذا الضغط طبعا سيكون مع استمرارية تشاؤم من عدم حصول تعافي اقتصادي تام خلال النصف الثاني، مع أني أتوقع بصراحة أن نرى بعض التعافي الاقتصادي خلال النصف الثاني من هذه السنة، لكن هذا التعافي الاقتصادي لا يعني عودة الظروف الاقتصادية على ما كانت عليه سابقا، ولا يعني أيضا أن يعود طلب النفط على ما كان عليه سابقا، مما سيبقى على احتمال بعض الانخفاض حاليا حتى لو حصلت بعض موجات الارتفاع في وقت لاحق. نعم، بالنسبة إلى تراجع اليوم، هل التراجع هو أكثر يأتي من المخازن من ارتفاع طبعا المفاجئ في مخزونات النفط الأمريكية، أو كانت المخاوف اللي أتت من أسواق الأسهم؟ من أكثر هي يعني هي أنه الاثنين، بس مين كان العامل الأول؟ نعم، العامل الأول منذ بدأت أو توقفت الارتفاعات في أسعار النفط كان بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع المخزون الأمريكي، وهنا أيضا أريد أن أشير إلى توقف خفض كانت قد أقرته السعودية والإمارات والكويت، وكان هذا الخفض هو خفض طوعي يفوق الاتفاق الذي كان بين منظمة أوبك وحلفائها. من ذلك الحين الاتجاهات الصاعدة لأسعار النفط بدأت بالتباطؤ، مع أنها استمرت لبعض الوقت لكنها بدأت بالتباطؤ، وكانت إشارة تظهر بأن ما بقي من الارتفاع كان قليل، ثم جاء ارتفاع المخزون الأمريكي، والآن مع توقعات عدم عودة الطلب فكلها اجتمعت مع بعض حتى نرى هذا الانخفاض. لكن بالنسبة للانخفاض الذي يحصل هذا اليوم تحديدا، فكانت توقعات عدم عودة الطلب واستقراره لفترة طويلة هو السبب الرئيسي وراء هذه الانخفاضات. شكرا لك من عمان، كنت معنا سركيس تشوباريان محلل أسواق عالمية في إكويتي جروب.